للبصرة. يلا نروح للبصرة مع الصحفي ساجد سليم مدير إعلام اتحاد الدراجات. صباح الخير أستاذ ساجد. صباح الخير عليك عزيزي غزوان، وصباح الخير والعافية على زميلتنا نبا. أستاذ ساجد، يعني حدثنا عن أول شيء أجواء البصرة، وثانيا حدثنا عن بطولة المرحلة الثانية من البطولة اللي راح تقام اليوم أو راح تنطلق اليوم. بالتأكيد يعني البارحة بالليل تقريبا الساعة 8 يعني عواصف وأمطار وأجواء، يعني ثاني يوم يعني أكيد راح يصير الصبح، فماكو سباقات رغم الوفود اللي حاضرة من الشمال والوسط والجنوب، لكن تغيرت الأحوال يعني سبحان الله، أجواء جميلة جدا وشمس عالية وسباقات مستمرة، ولحد هذه اللحظة وأنا أتحدث معك يعني انطلق السباق الثاني لفئة الناشئين، وانطلق السباق الأول فئة المتقدمين، أما السباق الثالث هو راح يكون لفئة النساء. كابتن ساجد، انطباع يعني الفرق المشاركة. كابتن غزوان، تعرف أنت يعني البصرة صار تقريبا من 7 إلى 8 سنوات ما منظمين بطولة دراجات، لكن هاي البطولة يعني هاي المرحلة الثانية من دوري أندية العراق، المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى اللي جرت في بغداد قبل شهر، تباوع يعني اللاعبين واللاعبات يعني، وسباق الطريق جدا جميل، يعني أعتقد أنت مريت عليه اللي يربط بين المدينة الرياضية وطريق المطار، مؤمن كامل بقطوعات سايد واحد، وطريق كلش جميل يعني للأمانة، يعني نقدر نستضيف عليه بطولات عربية بنفس الوقت. انطباعات اللاعبين واللاعبات يعني أكو شابات وبنات من أربيل ومن السليمانية ومن الدهوك من الموصل، ما شايفين البصرة يعني، شافوا البصرة، شافوا أجواء الكورنيش البارحة يعني قبل لا تكون العاصفة المطرية يعني هاي الأمور، يعني عاشوا أجواء جميلة جدا يعني. وهسه إحدى اللاعبات تقول لي كابتن شفتي 5 سباق حتى نروح على الكورنيش أنا وصديقاتي نصعد بالبلم ونفطر، يعني فد أجواء جميلة بالبصرة الحبيبة. إن شاء الله الله ما يحرمنا من نعمة البصرة وجمال البصرة. أستاذ ساجد، سؤال أخير وباختصار، شلون نشوف الدعم المقدم لاتحاد الدراجات؟ والله الدعم كلش حلو يعني، الدعم واستضافات بطولات، وعندنا معسكرات وعندنا مشاركات خارجية، فأنا أعتقد هاي البطولات المحلية الجاية تصير، كل بطولة دا يطلع عندنا لاعب أو الاثنين ينضم للمنتخبات الوطنية، وإن شاء الله نقدر نقول يعني للأمانة يعني الدراجات العراقية بخير يعني، وقبل شهرين احنا حصدنا المركز الثالث عربيا في البطولة التي جرت في الإمارة الشارقة. زين، هذه البطولة ضمن منهاجكم؟ نعم، البطولة المحلية والخارجية. هاي البطولة المحلية طبعا ضمن منهاج الاتحاد. يعني هسه المرحلة الأولى صارت في بغداد، المرحلة الثانية في البصرة، المرحلة الثالثة أعتقد راح تكون أما في المناطق الشمالية، يعني الاختيار يقع على أحد المحافظات الشمالية. نعم، بطولاتنا بتوزع يعني على الوسط. راح نشاهد لاعبين في هذه البطولة يمثلون المنتخبات الوطنية؟ بكل تأكيد غزوان، بكل تأكيد يعني عندنا شباب من الجنوب وشباب من أربيل ومن السليمانية مكتسبين بوحدات تدريبية مع مدربيهم بالأندية الدوري العراقي، واستطاعوا أن يوصلوا إلى المنتخبات الوطنية الفئات العمرية. أستاذ ساجد، شكرا لك. شكرا لك غزوان، تحياتي حبيبي.